وللحديث عن بيئة العراق الاستثمارية والتهديدات التي تواجهها وسط عمليات غسل الأموال التي تديرها الميليشيات، معنا من عمان المحلل والخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو. دكتور صباح، مرحبا بك معنا. أهلا ومرحبا بكم. أولا دكتور، دعنا نتأكد مما قاله مستشار الكاظمي للشؤون الاقتصادية أن العراق أصبح بيئة آمنة خالية من غسل الأموال. ما مدى دقة هذه التصريحات؟ هل هي كذلك بالفعل؟ حقيقة البيئة العراقية ما زالت غائرة في وحل من عملية الغسيل وهدر الأموال واستنزاف الإيرادات التي دخلت العراق بأرقام فلكية وكبيرة جدا. أما ما يتحدث عنه السيد منذر محمد صالح بخصوص أن البيئة العراقية أصبحت، أي بمعنى أن سابقا كانت غير ملائمة وبيئة غير جيدة، بيئة غير جامعة للاستثمار وغيرها، ولكن حقيقة أن ما اتخذته المفوضية الأوروبية في رفع العراق وتخفيف القيود في حركة المال العراقي لا يعني أن إعطاء الحرية للعراق في مسألة الحوالات والتحويلات المالية وعمليات الاستثمار وغيرها. والدليل أنه كثيرا من الشركات العالمية التي حاولت أن تستثمر في العراق قدم إليه، والسبب الجوهري والأساسي هو هناك كثيرا من العمليات المعيقة لذلك، والدليل أن هذه الشركات تأخذ المعلومات الدقيقة من دولها من حكوماتها وخصوصا في أوروبا، والذي تم رفعه في 9/1/2022 من القائمة عملية تخفيف للإجراءات التي تتخذ أداء حركة الأموال العراقية من العراق إلى أوروبا ومن أوروبا إلى العراق. ولذلك نلاحظ هناك تعقيدات قادمة لأي نوع من أنواع التحويلات المالية والإجراءات الخاصة بعمليات الاستثمار. ولذلك نلاحظ الآن العراق بلد طارد للاستثمارات الكبيرة الدولية. حقيقة هناك عاملين أساسية موجودة وتتمثل بالدرجة الأساسية في عمليات غسيل الأموال وتهريبها من العراق. نعم. هو مزاد العملة. نعم. مزاد العملة للبنك المركزي العراقي. طيب دكتور تسمعني؟ نعم. دكتور، بالنسبة لعدم وجود بيئة قانونية واقتصادية ضابطة وفشل القضاء بمحاسبة الفساد المنتشر، كل هذه عوامل إضافية كما تفضلت أدت إلى هذه البيئة الطاردة. هل من المتوقع أن يكون العراق في المستقبل القريب قادرا على أن يكون بيئة جاذبة للاستثمار؟ حقيقة من الصعب جدا في المتوسط يمكن الخمس سنوات القادمة، من الصعب جدا لماذا؟ أن يكون العراق بيئة جاذبة. لماذا؟ السبب الجوهري والأساسي ما زال العملية السياسية، وهي المحور الأساس، لم تتمكن من الارتقاء في بناء دولة مؤسسات. نعم. كي تتمكن من وضع قوانين و إجراءات حقيقية تتمكن من جذب الاستثمارات والشركات العالمية. ولذلك نلاحظ عملية مزاد العملة، أخذت مثلا في 2020 تم عمليات تحويل عملة خارج العراق لمدة سنة تراوحت بين حوالي 55 مليار دولار، والعائد منها 18 مليار. نعم. بشكل بضائع ومواد وغيرها تم عملية جذبها إلى العراق. هناك خسارة كبيرة جدا كما هو واضح. نعم دكتور، أرجو أن تعذرني على المقاطعة لضيق الوقت. دكتور صباح علو المحلل والخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من عمان، شكرا لك.